اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة هيكون فيها فقرات حلوة جدا وممتعة، يا رب تعجبكم. هيكون معانا الشيف داليا تعمل لنا المسقعة على الطريقة النوبية، وهتعمل لنا كمان عصاير فريش زي الدوم والكركديه والحاجات المفيدة دي. هيكون معانا كمان فقرتين استضافة ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل، ويا رب حلقتنا تكون جميلة وتعجبكم. عليكم. هنعمل بقى دلوقتي مسقعه النوبيه، هنا مشهورين جدا بالمسقعه. طريقه برضو لذيذه جدا وبسيطه. معانا بتنجان، هم مش بيعملوها ببطاطس، يعني احنا عندنا في مصر في القاهره بنحط فيها بطاطس وفلفل حراق وكده، هم هنا بيعملوها ببتنجان بس. فمعانا بتنجان، معانا فلفل الوان، معايا فلفل اخضر، ومعايا ملح وثوم، هنا بيعملوها برضو بالثوم مش بالبصل، وفلفل اسود. ولو حابين تضيفوا مكعب مرقه برضو هيظبط الدنيا. معايا بقى هنا كده حاجه على النار، احط فيها شويه زيت. شويه زيت ايه؟ بساط جدا، يعني عشان نقلي بس البتنجان. ننزل بالبتنجان. معلش يا جماعه لو في صوت دوشه ورانا كده، عشان انتوا عارفين الطبيعه بقى وكده، مش في استوديو يعني. سيبه بقى كده يتقلي. انا محطتش زيت كتير، اللي هو الزيت اللي احنا بنحطه في الطاسه ده، علشان انا هكمل بقيه الطاجن، بقيه المسقعه في نفس الطاجن ده، مش هعمله في حاجه خارجيه، هو كله في الطاجن اللي معانا ده. بتنجان طبعا من الحاجات اللي طعمها حلو جدا ومفيد جدا. احنا عارفين طبعا ان هو فيه حديد وبيعالج الانيميا، ومفيد جدا برضو للاطفال لو حطيناه كده في المسقعه او حطيناه في وصفات، يعني عشان ما يبقاش باين في الاكل وما يردوش ياكلوه. يعني لو في طفل مش بيحبه نقدر نحطه في وصفات كتير جدا، هيقدر ياكله من غير ما يحس. يعني هو ممكن طعم ما يبقاش باين قوي، بس هنستفاد يعني بالقيمه الغذائيه اللي فيه. اغلبيه الاطفال عندنا عندهم انيميا طبعا، فده مفيد جدا ليه. لو حابين بقى تعملوها باللحمه المفرومه، هنكون معصجين لحمه مفرومه جنبنا قبل ما نقفلها كده، ونروح حاطين اللحمه المفرومه معاها ونديها تقليبه وفي الطاجن وعلى الفرن على طول. حابين نعملها كده من غير حاجه برضو نقدر. حابين نعملها بالبشاميل، هنعمل نفس الطريقه دي كده، بس على الوش البشاميل بتاعنا الطبيعي، اللي هو مثلا حوالي 4 معالق زبده، عليهم 4 معالق دقيق، نقلبهم، ننزل عليهم مثلا بلتر حليب او نص لتر على حسب الكميه طبعا اللي احنا بنعملها، وننزل بيه على الوش بتاع المسقعه ده وندخلها الفرن على طول. برده بتبقى لذيذه جدا. نزود هنا شويه زيت. في برده طريقه للمسقعه سهله جدا، احنا بنجيب شويه زيت كده ونحط فيها نحط الثوم مع قرن فلفل حراق مثلا، ونديله تقليبه، ننزل بالبتنجان من غير ما يتقلي، ننزل عليه على طول على الزيت ده مع قطع طماطم، قطع طماطم مش عصير طماطم، مع بقى شويه فلفل اسود، مع مكعب مرقه، مع شويه ملح، نوطي عليها النار ونسيبها على النار هاديه. بتبقى طعمها لذيذ جدا ومفيده بقى، مش متسبكه ولا فيها زيوت بقى، ولا قلي بتاع البطاطس والقلي بتاع البتنجان طبعا بيبقى فيها كميه زيوت فظيعه. نحاول بقدر الامكان يعني نبعد عن الزيوت بقى والمعده والبوظان اللي احنا بنبقى فيه ده. اول ما يتقلي كده بس بسيط،
هنزل بشوية زيت بس كده بساط علشان ال علشان الثوم. هنزل بالثوم، معلقة ثوم كده صغيرة. طبعا الثوم مش بنحطه على النار ونسيبه لحد ما ياخد لون، مجرد بس ما ريحته بتطلع كده خلاص، لانه لو ساب كتير على النار بيمرر. نحط نقطة خل، هنزل بشوية فلفل كده، شوية فلفل ألوان ونسويها. صوت الهوا هنا فظيع وصوت المية طبعا ساعتين هنا أسوان بجد جميلة جدا. كده ننزل بقى بعصير الطماطم. نحط شوية فلفل اسود، شوية ملح، عايزين تكملوا بقى التسويه بتاعتها على نار كده، على نار هاديه، وتغطوها لحد ما كل حاجه تستوي براحتكم. عايزين تطفوا عليها وتغطوها بفويل وتحطوها في الفرن لحد ما تستوي وتشغلوا عليها الشوايه تاخد لون برده براحتكم، كده بتبقى حلوه وكده بتبقى حلوه. انا دلوقتي هطفي عليها واغطيها فويل وادخلها الفرن، ولما تطلع اوريها لكم. نعمل بقى دلوقتي العصاير بتاعه اسوان المشهوره بيها جدا جدا. طبعا العصاير دي عندنا في رمضان بس، ودي حاجه برضو مش لذيذه خالص هنا في اسوان. دي المشروبات الاساسيه عندهم، متهيألي احنا عندنا البيبسي بقى والحاجات المضره جدا دي الاطفال بيعشقوها برضو، فممكن نعمل لهم العصاير دي جميله ولذيذه وفيها فوائد يعني بصوا كتير جدا. الكركديه طبعا احنا عارفينه الضغط، في ناس كتير بتقول ان هو مغلي يعلي الضغط وبارد يوطي الضغط، طبعا ده كلام غلط. هو في الحالتين المادة الفعالة فيه واحدة، يعني بيتغلي بيتعمل سائع، هو المادة الفعالة فيه واحدة بتعمل نفس النتيجة بتاعته. حلو طبعا، مضاد حيوي كويس جدا للأطفال، احنا عارفين بس معلوماتنا عنه ان هو بيوطي الضغط بس، لكن هو ليه فوائد كتيرة جدا. مضاد حيوي للأطفال، بيقوي المناعة عند الأطفال جدا، وهو كمان طعمه جميل قوي ولذيذ، يعني ممكن كمان نحط عليه رمان. طبعا احنا عارفين برده الرمان فيه فوائد فظيعه. نقدر نعمل المشروبات دي ونحطها يا جماعه في الثلاجه كده للاطفال، والله بتبقى لذيذه ويعني فيها فوائد كتيره جدا احسن من العصاير المعلبه. طبعا احنا عارفين المصانع دلوقتي بيبقى فيها بلاوي والتعبئه بتاعتهم فيها برده بلاوي يعني، فالحاجات دي بتبقى لذيذه جدا للاطفال وفوائدها بقى طبعا احنا عارفين. برده الدوم من الحاجات برده اللذيذه جدا، طعمه حلو جدا ومفيد جدا جدا برده للضغط، وحلو ولذيذ جدا. ومعانا برضو التمر هندي برضو هنعملهم هنا اسوان، يعني بصوا العصير دي عندهم لذيذة جدا وحاجات طبيعية كده بيور تحفة. هنعمل دلوقتي اول حاجة بقى الكركديه. بصوا الكركديه طبعا بنجيبه نديله شطة كده ونحطه في مية، مثلا لتر مية على شوية كركديه صغيرين، وننقعهم ليلة قبل ما نستخدمهم. نفس الطريقة الدوم، نفس الطريقة التمر هندي، التلاتة بنفس الطريقة. حابين بقى نضيف واحنا بنضربه في الخلاط لبن بقى براحتنا، بس هي الطريقة الأساسية بتاعتهم ان احنا لازم ننقعهم، لازم يتنقعوا، ممكن بقى نغليه بس الأفضل النقع يعني أحسن من المغلي. ده كده معايا كركديه منقوع، ده كده مركز يعني هنضيف له بقى طبعا مية، وهنضيف السكر. السكر طبعا حسب الرغبة بتاعتنا، ممكن نعمله طبعا من غير سكر لمرضى السكر.
يوتيوب بقى كده. وطبعا نقدر نقدمه للاطفال، ممكن نجيب الكوبايات اللي هي البلاستيك دي اللي بتتباع عند بتوع العصاير بتاع عصير القصب والحاجات دي بيبيعوها، ممكن احنا نعملها في الاطفال في البيت كده بكل سهوله. نقدر نحط عليه رمان، ممكن نحط عليه اي نوع فاكهه احنا بنحبه، نحطه في الثلاجه للاطفال كده ياكلوه، بيبقى لذيذ جدا جدا جدا. احنا خلصنا دلوقتي خلاص الكركديه، طبعا زي ما قلت لكم كده لو قعدنا نتكلم على فوائده من هنا للسنه الجايه مش هنخلص بجد بصراحه، فظيع. حاجه من الحاجات كمان اللي بيعملها ان هو خافض للحراره، زي ما قلت لكم مضاد حيوي فظيع. في كتير مننا الاطفال بتتعب تجري على طول على المضاد الحيوي الادويه والحاجات دي، ففعلا برضو بتهري الكلى عند الاطفال. فمضاد الحيوي نقدر نستخدم الكركديه، حلو جدا نبله ونخليه في التلاجة. والله يا جماعة طول اليوم نروح نيجي عليه برضو بعد الاملاح، بيطرد الاملاح طبعا من الجسم. لو كان فسيخ، كان رنجة، كان حوادق، اي حاجة نشرب بعديها، مش كمان احسن من الليمون. وفيه فيتامين سي بجد فوائده فظيعة جدا، احسن من البيبسي بقى والحاجات المشروبات الغازية اللي احنا بنشربها والعصائر المعلبة. فالحاجات الطبيعية دي ركزوا معاها. هنعمل بقى دلوقتي الدوم، الدوم برضو بيظبط الضغط، يعني ولا بيعليه ولا بيوطيه، يعني بيظبطه. انا دلوقتي هحط الدوم كده في ال، انا حاطه نوع ده معلش ده التمر، هتحط عليه كده شويه ميه. تقدروا بقى انتوا تتحكموا في تقله يعني براحتكم، عايزين تخلوه تقيل، عايزين تخلوه خفيف. برضو الدوم تقدروا تجيبوه، في منه بودرة في منه قطع كده اللي تحبوه، بس متهيألي الأفضل القطع ده. هنجيبه برضو ننقعه كده في مية وبرضو نحطه في التلاجة يتنقع كده لمدة ليلة كاملة علشان نقدر نضربه في الخلاط. هنعمل بقى دلوقتي آخر حاجة معانا التمر هندي، عملنا زي ما قلت لكم كده الدون، ممكن نعمله طبعا باللبن، ممكن نعمله بالفانيليا، ليه كذا طريقه اللي تحبوه اعملوه. هتعملوه ازاي باللبن؟ زي نفس الطريقه، بس بدل ما نحط ميه هنحط لبن. هنحط بقى دلوقتي هنعمل التمر هندي، ده تمر هندي طبيعي طبعا برده منقوع كده. ده بصوا ممكن نغليه بقى كمان، ممكن نغليه على النار ونصفيه ونحطه في الثلاجه برده نستخدمه. السكر، تمر هندي خلي بالكوا بقى علشان التمر الهندي الحاجه الوحيده اللي ممكن ترفع الضغط، يعني اللي عندهم ضغط ما يركزوش مع التمر الهندي، خليكم مع الكركديه والدوم. بصوا حاجات قد ايه سهله وسريعه جدا جدا، وفي نفس الوقت حاجات يعني ليها فوائد فظيعه. الفوم ده بس مكان الضرب بتاع الخلاط، بس هو لما بيقعد بس كده بيتلاقوه بيقل لوحده. زي ما قلت كده زي ما عرفنا الكركديه يا جماعه فظيعه جدا 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 والله بجد، اعملوه دايما حطوه في التلاجة. برضو الدوم والتمر هندي برضو حلو جدا، بس مرضى الضغط يبعدوا عنه، يعني هو حلو للسكر اللي عندهم سكر يشربوا تمر هندي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، النهاردة عملنا مع بعض المسقعة بطريقة سهلة جدا ولذيذة على الطريقة المبية، وعملنا العصاير بتاعة أسوان الجميلة. احنا عندنا بنعملها في رمضان بس زي ما قلت لكم لازم نعملها في طول السنة. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. باي باي.